اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من وحش التوفير. النهارده هنعمل شويه رز عباره عن رز بالصدور الفراخ. ايه رايكم نيجي نشوف المقادير بتاعتنا اللي هنبدا بيها الحلقه على بركه الله؟ معانا حوالي نص كيلو صدور فراخ مخليه طبعا، حوالي نص كيلو رز، حبيتين بصل، هنحتاج فصين ثوم مفرومين مع ورقتين راوله مع واحدتين حبهان، هنحتاج بقى الزيت وهنشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. اول حاجة بنجيبها ادي البصل بنبدأ بيه اهو، بنبدأ نشوف هنعمل ايه، بنحاول انعمها قوي بحيث ان انا مش عايز افرمها، انا عايزها تبقى ناعمة بالسكينة كده عادي، هتبقى اكله جميله وسريعه وما فيهاش اي حاجه، وان شاء الله لما تجربوها. بحاول في انواع كده بحاول ابعد عن الصلص بطريقه كده ايه ذكيه، وفي نفس الوقت الطريقه مش مكلفه ويبقى في تغيير، يعني ايه بدل ما يبقى كل يوم مثلا بعمل حاجات داخل جواها صلصه او داخل جواها طماطم او مسبكات، فبحاول ان انا اغير حاجة بسيطة كده اهو. برضو البصلة دي كده اهو، يعني بيبقى تغيير لذيذ وما فيهوش اي ملل، وفي نفس الوقت ببقى متجاوب مع افراد الاسرة كلهم في الحاجة، لما بيدوقوها بيقولوا لا جميلة وممكن تتكرر تاني، وفي حاجات ممكن تتعمل ما تتكررش تاني ويقولك لا احنا ما حاسس الاعجاب الحاجه دي يعني، فده اللي احنا بنحاول ايه ندور عليه معاكم، ان احنا نعمل حاجه تحوز الاعجاب ان شاء الله، وتبقى برضو ايه زي ما اتفقنا في وحش التوفير ان احنا هنعمل حاجات جميله ولذيذه وفي نفس الوقت طعمها كويس مش مكلفه، وتبقى مثلا تكلفه عاليه وفي نفس الوقت الجوده قليله وما تحوز الاعجاب. لا احنا بنعمل حاجه ان شاء الله هتبقى كويسه اهو. انا ببدا افرم البصله كده زي ما وريت حضراتكم قبل كده، وبرده زي ما اتكلمنا في حلقات سابقه عن اهالينا كانوا بينعموا البصله بالايد، اهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان انا بنعمها كلها في بعض بصلايا، عشان حتى لما اجي انزلها مع الزيت او مع الرز تحس ان هو ايه شبه واخد سلقه مع الميه بتاعت الرز، بيديني تيست جميل او طعم لذيذ. ادي كده اهو تمام، ادي البوله بتاعتي زي ما انا عملتها، تحس ان هو ايه زي ما يكون في الميه بتاعته، عشان نشتغل براحتنا. ادي هنحط الحلة على النار، جميل، نبدأ لو فيها مية ولا حاجة، أنا عايزها تبقى ناشفة، أحضر الزيت بتاعي أهو، وأدي البصلة، أنشف الحلة كويس بحيث إن أنا ما أضمنش إن يعني إيه ما أحبش إن أنا أنزل بزيت على مية أو حاجة، أهي قدام حضراتكم أهي، مش هتاخد حاجة، ونبدأ على بركة الله نشوف هنعمل ايه كده. نبدأ ننزل بالزيت، ولو عايز اطعم انا بزبدة او بسمنة موجودة مفيش اي مشاكل، انا كده كده عندي المكسبات الطعم انا اللي بحطها، يعني انا بحاول ان انا ايه ما ازودش دهون، لان كده كده الفراخ تعتبر دهونها قليله، وفي نفس الوقت لو انا عايز ادي مثلا حته زبده موجوده في البيت مثلا او سمن بلدي او حاجه، دي حاجه حسب حضراتكم واللي انتم تحبوه يعني. هنزل بالفراخ الاول، اول ما الزيت يبدا يدفى معايا اهو، حضراتكم سامعين انا عايز تاخد لفه كده زي تشويحه، يبدا لونها يفتح ابيض، احس ان هي ايه دخلت مباشر على الزيت،
اهو. وبعد كده بقى ايه، انزل بالبصلة بتاعتي اهو، شايفين كل خطوة بيبقى لها معنى في الاكل. يعني ازاي انا مثلا، انا ممكن احط البصل الاول ماشي، وابدا اقلب فيه، وبعد كده اروح نازل بالفراخ. اول ما يبدا يتضمر دي مع دي، اروح جاي عامل ايه، اروح جاي نازل بالرز، وبعد كده الميه. لا انا بحاول ان انا كل حاجه يبقى لها وضعها. حتى بعد ما الرز هيستوي حضراتكم هتشوفوا لون الفراخ هيبقى عامل ازاي، وباين ازاي مميز مع الخلطه كلها مع بعض. ادي كده بدات تخش في مرحله التسويه. انا بقى عايز اخليها تحمر شويه، مش اي مشكله يعني. مش هنزل ولا بفلفل اسمر ولا بملح ولا باي حاجه دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، طريقه الاكل كتير، بس الواحد بيحاول ان هو يبقى عنده مصداقيه في الحاجه اللي بيعملها، بيعملها بامانه، بحيث ان انتوا لما تعملوا نفس الخطوات ان شاء الله تفوز الاعجاب. مع التقليب على طول كده مستمر، قطعه الفراخ نفسها بتتقلب من كل ناحيه، ما تبقاش ناحيه مثلا واخده لون ذهبي والناحيه الثانيه لا لونها فاتح. لا، عشان كده بتعمد ان انا ايه اقلب في نفس الوقت، بنشف الفراخ نفسها مع الزيت. تحس ان هي لو فيها ميه ولا حاجه بتتبخر، تحس ان البخار بتاعها طالع من جوه الزيت. بالذات الحاجات دي، الخطوات دي يا جماعه، عشان اضمن ان انا مثلا، في حد يقول لك ايه ده عمل مثلا، عملنا رز بالفراخ بس تحس ان هو فيه طعم مثلا زي زفاره، او يعني الاولاد مثلا او افراد العائله مثلا ما حبوش الرز بالفراخ مثلا بالطريقه اللي احنا عملناها. لا، انا بحاول كل خطوه بعملها يا جماعه عشان يفرق معايا في الاخر لما اجي ابدا اكل، اقول لا الشيف خالد كان عنده حق، لا طبق الرز ده طلع جميل، وفي نفس الوقت التكلفه قليله. يعني الحاجات دي تجارب كتير قوي، وبقينا يعني الواحد يعني ايه، التكرار بيعلم الشطار. فعشان كده الواحد وصل لمرحله ان شاء الله بفضل تدعيمكم لينا، يعني هتلاقوا حاجه كويسه قوي ان شاء الله، وجربوها وشوفوا الطعم يبقى عامل ازاي يعني. عمال اقلب فيها، تحس ان كلها هتبقى لون واحد. ما تستعجلوش، اقفوا قدام الحاجه ادوها وقتها، هتطلع في الاخر جميله وتستاهل ان احنا نعملها بنفس الخطوات كده، والطعم هيفرق. شايفين البخار بدا الفراخ تمسك نفسها تخش في التسويه. تمام، ابدا بقى كده انزل ايه بالبصل سنه سنه اهو مع التقليب اهو اهو، ويبدا كده مع بعض، عشان لان البصل كمان هينزل ميته، بس انا خدت اللون بتاع الفراخ اللي انا عايزه. نفس القصة كده، شايفين؟ قبل ما البصل مع الفراخ يبدأ يخش في التسوية، بقى عندنا فصين توم مثلا، لنفرض ان انا مثلا مش مجهزهم او حاجة، بجيبهم مثلا بفرمهم، بيبقوا مفرومين بحيث ان انا انزل بيهم بيدوا معايا طعم جميل. ادي كده بدا الريحه بتاعت البصل مع الفراخ، من غير ما نحط توابل ولا اي حاجه يا جماعه، الريحه جميله قوي. نزود بقى الريحه جمال، نعمل ايه، نروح حاطين مثلا حوالي فص ثوم كبير كده اهو، ونقلبها
وممكن نطلع فاصل ونرجع ما نحطش الرز لما حضراتكم تشوفوه. ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع نكمل الرز بالفراخ؟